انضم لي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل. في البدايه برحب بيك، ان شاء الله موفقين بالنسبه للمباراه بطوله الترجي، طبعا مباراه الترجي والبطوله الافريقيه النهارده، طبعا البطوله العربيه. النادي الاهلي اشرك عدد كبير جدا من اللاعبين ما بيشاركوش، بتشوف المباراه النهارده ازاي وحابب تقول النهارده على التعادل مع فريق الوسط؟ الاول تحياتي للكابتن سيد عبد الحفيظ وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. الحمد لله على النهارده، وفي نفس الوقت ربنا يسهل كل الاستعدادات وكل التركيز طبعا كله لبطوله افريقيا ان شاء الله اليوم الجمعه، اللي واثقين ان شاء الله ان مش هيخزلنا الفريق، فيعني كلنا ثقه ان التاسعه ان شاء الله تكون في معانا ان شاء الله. انا عارف ان في ترتيبات كبيره جدا من مجلس الاداره على اهميه هذه المباراه، اشقائنا طبعا في تونس هيكونوا موجودين واحنا كمان هنروح لهم، لكن بتشوف ازاي وصلنا للمباراه النهائيه وبتشوف اصرار اللعيبه ازاي ان احنا نحقق البطوله دي يا طارق بيبي؟ طبعا العلاقه الاخويه مع تونس زي الامارات زي كل اشقائنا العرب الحمد لله على اعلى ما يكون، ودايما مجلس اداره الاهلي الحمد لله بيحرص على علاقاته العربية كلها المتميزة، يعني كلنا أشقاء عرب، فكل المحافل دي في النهاية بنحرص فيها على الأخوة العربية، وفي نفس الوقت كلنا في النادي الأهلي كعادتنا إن كل حد مسؤول عن الملف المختص بيه، في جهاز كرة على أعلى مستوى وفي لعيبة إن شاء الله كلهم كل قمة التركيز، في لجنة كرة متابعة معاهم، وكمجلس إدارة مساند من أول لحظة لكل الخطوات، بحيث ان شاء الله يكون الهدف الاسمى اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله موجوده عندنا اللي غايبه بقالها سنوات. من خلال اللقاء مع كابتن محمود الخطيب ناشد الجمهور ان هم يكونوا متواجدين بكثافه، يمكن عهدنا بيهم ان هم يكونوا متواجدين ومساندين بشكل كبير، تحب تقول لكل الجمهور ان شاء الله قبل مباراه 2 نوفمبر يا طارق بيه؟ نفس الكلام اللي قاله كابتن محمود، ان الجمهور النادي الاهلي هو السند الرئيسي اللي نتمنى ان هو يكون مالي استاد برج العرب، وفي نفس الوقت بنشجعهم دايما على التشجيع المثالي اللي هو بتاع النادي الاهلي، ان هم يشجعوا الفرقه بكل حماس ان شاء الله كعادتهم عشان الغرض بتاعنا يلبى ان شاء الله. اخيرا رساله لكل اللعيبه قبل المباراه الهامه، وان شاء الله عندنا ثقه كبيره باذن الله في الجهاز الفني واللعيبه، استاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، تحب تقول لكل لعيبه النادي الاهلي؟ روح الفانيلا الحمراء، يعني لابسين فانيلا يعني بيضحى بيها بكل غالي ونفيس، يعني فان شاء الله ربنا يوفقكم والتمسك بروح الفانيلا الحمراء ان شاء الله. شكرا. كل الشكر وتقدير للاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه كان متواجد طبعا في المباراه الاهلي والوصل الاماراتي، زي ما قلنا يا كابتن سيد ان شاء الله باذن الله ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي في مباراه الترجي، ان شاء الله باذن الله تكون المباراه الاولى والثانيه باذن الله من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد ولقاءات خاصه عقب تعادل مع فريق نادي الوصل الاماراتي بنتيجه 2-2. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ.